زين خلنا نكمل السؤال. الحين احنا في part B من question 3 اللي equals return true if the list if this list and parameter list contains the same elements in the same order else return false. Third heading public boolean equals وهني نستلم object array اللي هو kw array list. تمام؟ فخلنا نشوف شلون بيصير الكيكينج نسبة حق هاي، يعني لازم يكونوا نفس الاوردر ونفس يعني الكونتين اللي داخله وكل شيء نفس الشيء لازم. تمام؟ خلنا نشوف مثلا هاي الثنين اري، واحد بنستلمه من برا، الثاني بيكون مالنا اوريدي. اول شيء بنشيك السايز، لازم يكون السايز نفس الشيء، يعني في الحالة زين 6 و 6 زين السايز لازم يكون نفس الشيء، حتى لو الكاباسيتي غير كاباسيتي مو مهم، المهم الداتا زين. كاباسيتي هنا 8 يبع 8 زين. الحين لازم شلون نشيك؟ لازم نشيك بهالطريقة، اول واحد لأول واحد، اذا اوكي روح كمل روح زين، اذا مو اوكي تصير فولس زين، بروح حق ثاني واحد بنشيك اوكي كمل زين وكذي. هاي بيكون الميثود مالنا. خلينا نشوف شلون بنكتب الكود. هاي الداتا خليناها لنا غيرت الاوبجكت عشان ما يصير ليست وليست ويخرب. تمام؟ خلنا نحطه باي ديفولت فولز. زين شلون بنشيك بالاوبجكت؟ الحين بنستخدم this بالاوبجكت مالنا. This بيكون حق من؟ This بيكون حق هاي. زين هاي بنستخدم ويا this. وهاي بيكون شنو؟ لسته مالتنا. هي list 2. زين. This هي عبارة عن شنو؟ عن الكلاس. فاحنا ننادي الكلاس بالذس. تمام؟ فيوم ننادي الكلاس بيعرف ان قاعد نستخدم ميثودات الكلاس، ما قاعد نستخدم ميثودات يعني نفس الميثود ولكن الداتا مالت الكلاس اللي احنا موجودين فيه. ذس احنا قاعد نستخدم الكلاس الحين اللي احنا فيه، ولكن else ولكن اذا استخدمنا الاوبجكت list 2 زين، فاحنا شنو؟ احنا قاعد ناخذ الكلاس ولكن انك شنو كوبي ثاني ديتا غير زين، مو بديتا اللي استدعيناها الحين. وانا شو اسمه بكتب الكود بي في بالكم زين. اعتقد عشان اوضح خلني بس براوي لكم شيء الديتا مالتنا. تمام زين، المفترض نسوي لها كوبي نحطها تحت ننقل list 2 نكمل list 2. تمام
شوفوا الحين شلون الميثود مفترض نستدعيه. نختار يا نستدعيه من عن طريق list1 او list2. اذا قلنا له list dot هني صار calling زين dot شنو equals وهني شنو بنخلي له بنخلي له list2. انا افضل اغير الاسم هني شوي عشان اشيل الخربطة. خلنا نقول task list لان مالي خلق اعدل كل هاي فبرايكم شلون الطريقة اختصار ولا اي مكان list2 موجود فيه place via اوتوماتيك بيعدل لك الكود في مره واحده place all خلاص زين هذا بيكون في system dot out طبعا لان نوعيته زين نرجع حق الكود زين اذا قلنا this الحين اي لست قاعد استخدمها خلي برايك شوي بنغير في الداتا زين بنكتب system.out عشان تشوفون اي واحدة قاعد احنا نقصد زين شوفوا هني اول شيء الزيرو 10 انا هني غيره بحط مثلا خلينا نقول 5010 بس عشان اراويكم ذس اي واحد منهم وليش بيكون ذي وشلون نقدر نقلبها زين نقول سيستم دوت اوت اس دوت جيت زين خلنا نشغل البرنامج ونشوف شنو اللي بيطلع لنا زين احنا قاعد استدعينا شنو هاي ثم تشوفون استدعينا list this مفترض يكون هاي فالحين مدام احنا كتبنا this.get0 مفترض شنو يطلع لنا يطلع لنا 10 ثم شفتوا 10 بالضبط زين إذا مثلا جينا هني نبغي الثاني الليست الثانية شو نقول له؟ نقول له list 2 زين ونرجع نشغل البرنامج ثم شفتوا 5010 الفولس خذ لنا الريتيرن ما عليكم منها زين إذا أنا قلبت هني خليته هني اثنين خليته هني task list خليتها في البداية اللي هي تسوي الكول زين وعطيت الأوبجكت داخل زين مفترض الحين أنا شنو ناديته بالأوبجكت صح باللستو مفترض شنو يطبع لي خلينا نشوف طبع لي 10 ليش؟ لأن أنا اللي خليته داخل هو اللست زين وإذا أبيه اتحكم في الليست الثانيه اقول له شنو بس ثم شفتوا اعطاني القيمه الاولى مال التاسك ليست فالحين فوايد مهم تعرفون شنو بتسوون الكول هاي اللي يسوي الكول تمام فانا بحط الستاندر او خلنا يعني دائما احنا كبشر نحب بهالطريقه الاول هو اللي يسوي الكول نخليه بهالطريقة الحين عرفتوا فرق بين this واذا استخدمت هاي فاذا ابغي الاري اللي انا سويت منه الكول احط له this واذا ابغي الاري الثاني اقول له list زين فالحين علشان سريع نشيك شنو اللي قاعد يصير نسوي له for loop نقول له integer زين كتبنا اللوب هم نكتب الاف نقول له this dot data
نخلي الاندكس اي دوت ايكوالز، هل ايكوالز غير هاي مالت ال بلاس اوبجكت، ده بعدين بكتب ليست تو دوت داتا خلي اي، زين ضروري لا تنسون هني، لا تنسون هاي ضروري لا تنسون، زين اقول في حال اني مساوي مفترض شنو يعطيني، يعطيني ترو. زين خلينا نسوي حركة، نقدر شو نسوي، نقدر نقلب الميثود كامل، زين نخلي هني نوت، هني نقول ريتيرن ترو، سوري ريتيرن فولس، وتحت نخليه ريتيرن ترو. اذا ما انصاد في ال في الاف يطلع لنا شنو ترو في النهاية. خلينا نشيك الميثود مالنا، اعطاني فولس ليش؟ لان اول واحد ما يشابه اول واحد بالهاي. فخلينا نشغل الجسمة ميثود تو، زين لان ليش كلهم متساويين. اذا زيدت السايز مثلا واحد منهم شنو بيعطيني؟ بيعطيني فولس. تمام، هاي حل السؤال، ولكن هاي الطريقة من الحل ساعات ما ينفع، لأن ليش؟ إذا صار خلل ومثلا ما دخل اللوب أصلا فما بتعرف عبالك تفوق. زين نخلى شوي نعدل في الالجوريثم، نخليه شوي يكون سيفتي أزيد. فش نسوي؟ نحط كونديشن هني ثاني، بنعرف شغلة مثلا count، نعرف شيء انتجر count equal zero، تمام، ونخليه يدش اللوب كل مرة، زين كل مرة يسوي count، بنخلي count في اللوب. مفترض لو مرة واحدة، زين لو مرة واحدة يدش يعني اوكي صح. فنقدر نخلي شنو، نخلي مكان ترو، نخلي شرط. ممكن الشرط يكون من كذا شو اسمه، من كذا كونديشن. فشنو نقول له؟ نقول له count، يعني خلينا نعدل شوي، زين ما نخلي equal one لانه ممكن ما يصيده، فخلينا نحطه اكبر من واحد، زين ممكن في ثاني مره يصيده ما اكبر من واحد، اكبر من واحد، زين في ثاني مرة يصيده، في ثالث مرة في حال صار خلل، زين فاحنا بنعرف اذا صار خلل ان شنو الكاونت ما اشتغل اصلا نهائيا، لان ليش؟ بيكون ايكوال ايكوال زيرو. تمام، فبكذي تأكدنا 100% انه ما في خلل، لان اذا نخلي ريتيرن ترو مشكلة ان حتى لو ما اشتغل بيطلع لنا ترو. فبكذي حطينا الالجوريثم ان شنو، انه بيتأكد دش اللوب او ما دش، هاي اهم شيء عندنا. خلينا على بلاس بلاس بس، ما خلي يشيك الهاي، انه ساعات شنو مو شرط يكون في اول واحد المشكلة، يمكن في ثاني واحد كذا يعني مثلا، زين بنشيك اعطاني فولس لانه مو متشابهين ذلين، زين فكذي سيفتي انه ما نخلي ترو دايركت، نحط كونديشن تساعد على الترو، كذي بيكون وايد سيف ان شاء الله. تمام، خلينا نروح حق السؤال اللي عقبه.